في صاحب العمل. سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية وسعادة الممثل سفير السودان في صاحب العاج معالي الوزير سيدي الكويتي النائب لمنطقة ما معالي رئيس البرلمان الأسبق الرئيس ممال الكلوبري أصحاب الفضيلة أيها الحضور الكريم نحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل السلام تحياتكم يوم يلقاكم السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من دواعي السرور والبهجة والسرور أن أتقدم إلى حضراتكم جميعا بالشكر والعرفان على شكر الله عز وجل الذي من علينا بالإسلام وهدانا إلى الإسلام وجعلنا جميعا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا بأكرم وأشرف كتاب أنزل وهو القرآن الكريم. وهذا الحفل يجمعنا والقرآن يجمعنا والحفل يجمعنا تحت لواء القرآن وفي مائدة القرآن الكريم. نشكر لكم حضوركم ونشكر لكم تلبيتكم لدعوتنا فجزاكم الله عنا كل خير. إن هذه المؤسسة الفتية وحتى المؤسسة خدمة القرآن الكريم إنما أسست من أجل خدمة كتاب ربنا الذي هو مصدر عزنا وشرفنا، فإن تمسكنا به هدينا ورحينا كما قال تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نشكركم جميعا. إن مؤسسة خدمة القرآن الكريم في ساحل العاج تحتاج ولن تستطيع أن تنجز أو تحقق أهدافها إلا بتعاونكم جميعا وخدمتكم وتعاونكم معنا جميعا أيها الحفظ الكريم. هذا الكتاب لنا جميعا وهذه المؤسسة مؤسسة خدمة القرآن الكريم للمسلمين أجمعين، فنرجو منكم العون والمساعدة والتوفيق ودعوتكم لنا بالتوفيق لتحقيق أهدافنا. وكما سبق أن تقدم الأخ بتعريف موجز عن هذه المؤسسة، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يحقق أهدافنا وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن. وليعلم جميعا أيها السادة أيها الرؤساء الجمعيات الإسلامية في بلادنا أن هذه المؤسسة إنما أسست وجاءت من أجل التكامل في الأعمال الإسلامية وخاصة في خدمة القرآن الكريم. أبدا لم نبقيها جهود الجمعيات الأخرى أبدا، والمحل مناسب لأن نسبي عرفاننا وشكرنا إلى الجمعيات الكبرى في هذا البلاد مثل جمعية أهل السنة والجماعة وجمعية مجلس أئمة أهل السنة والجماعة والمجلس الأعلى الإسلامي في ساحل العاج والمجلس الوطني الإسلامي في ساحل العاج والمجلس الأعلى للأئمة في ساحل العاج، ولا ننسى جمعيتنا الأم جمعية التي اعتنت أول مرة بالقرآن الكريم في ساحل العاج وهي جمعية رائدة الدعاة في ساحل العاج. فنحن جميعا نشرف بانتمائنا إلى هذه الجمعية المباركة والتي هي الثمرة الأولى في نشر حفظ القرآن الكريم في ساحل العاج. ولا ننسى جهود مشايخنا الكرام أساتذتنا الفضلاء الذين ربونا على القرآن. أذكر فضيلة الشيخ الوالي الشيخ بائز حاق مدير دار القرآن الكريم وفضيلة الشيخ أستاذنا الكريم أبا راشد نجازي والشيخ محمود بن جاي والشيخ تجاني با. هؤلاء هم الذين خلصوا شجرة القرآن في بلادنا، هم كانوا مبعوثين من رابطة العالم الإسلامي إلى هذه البلاد بقصد تعليم القرآن الكريم لأبناء المسلمين في ساحل العالم.
وقد ألقوا رسالتهم على أكمل وجه. فنشكرهم جميعا ونسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأعمالهم وذرياتهم ويجمعنا جميعا في مستقر رحمته في الفردوس الأعلى إن شاء الله عز وجل. نستصيغ أن ننتقل إلى اللغة الرسمية لبلادنا من أجل الرسميات، وأنا لساني ليس فرنسيا إنما هو لسان عربي يهودي. Éminence Cheikh Ould Islam, président du Conseil des imams sunnites en Côte d'Ivoire. Éminence, Excellence, Monsieur le Président,